يقول الشاعر: نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. أقوله تاني؟ يا مستر. حلو مستر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. سر؟ سرك تعرف يا كاسانوفا. أقوله تاني؟ لا يا أستاذ. ده هيتسد نفسكم. يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه؟ قال حاجة جميلة أوي، وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ. تقول: الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم بغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق. القمر خدنا القمر، القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. يا 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 حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين؟ شفت بحلم 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 قد ايه؟ القمر خدنا القمر. عامل لي عبد الحليم يا ولا؟ مين؟ طبعا مش عارفني، نسيتني خلاص. انا ضميرك يا حيوان. اعوذ بالله، امال الابليس شكله ايه؟ بقى خربت يا رمضان، بتحب البنت اللي اسمها مقلق راجلي. يا سلام، وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر؟ البنت ده هي اللي تقطع علاقتك بيها نهائي. وانجلتك في المنام وقابلتها كويس هقومك من بطنك. اسمعني بس، اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش. بتضعف وقدرت تقولها يا راجل؟ انسي بناخد حريتي بقى. ده انا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته. الظاهر ان انا سمرت علي كتير، انما من دلوقتي وطالع انا صحيح. أستاذ رمضان، إزيك؟ أنا أسفة، أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن. يعني طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزين أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. أصلح حلوة ولا؟ النهاردة آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك ديه اسود، ديه بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، ديه بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. تصدق يا رمضان، أنت الشخص الوحيد اللي أنا بثق فيه دلوقتي، والله العظيم. صدق بص قدامك، لأن أنا حاسب المترو المترو. بس أنا فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الأرنب لزبين، وما ناخده منك، ده اسمه كلام برضه. عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفينير؟ عارف يا رمضان، ده أجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجلة. أوه نجلة. ده ممكن صورة. لا يا ابني ما بصورش، أنا مدرس. صورة. أنا مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش خلاص. حاضر حاضر، وقف وقف يلا. أنكي. نزل إيدك يا حبيبي، نزل إيدك يا بابا. أنت جاي تتصور ولا تتمسخر يا أنس؟ ارم نفسك. صورة كيوت ها؟ حاضر يا كيوت. نزل إيدك يا أخويا، أنا هو محرم وأنت محلل. احترموا نفسكم يا تاخدوا الكاميرا وتمشوا. وقف عدل.
مستعد؟ يلا. وانت بتخبزيني ليه؟ انا ما بكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي. اوف يا اختي. يلا يلا امسك. السلام. لا معلش صوره ثانيه. صوره كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن. يا ريت. مش قادر اجيب ادب من هنا. امشي من هنا. يلا بنت من هنا امشي. ايه المسخره اللي في الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. فطالي مين ايه؟ خلاص مشي. يغور في ده مش عايزينه. قالوا لي الكيوت. قال انت زعلان من الكيوت؟ انت مالك؟ انت ازعل ولا تحرق فيهم قطين ده؟ اول ما يفرس كيوت اخلي اخد منه قطه ان شاء الله اموت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيكا بنت الاهلين دخل بالك منه. معلش يا جماعه يعني معلش. بس يا بنت ما معلش. اما الرجاله تتكلم ان سوان تزغط البط امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي مدرس اول لغه عربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه يعني اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحة فين انتي؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي. ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه. انا بس اللي مضايقني هم كرمشوا البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمنه؟ ايوه سمني اللي هو زي الشاب ولبن ده هو. اما الرمادي دي غير على حاجه تنزل تانية تشتغل. بص يا رمضان انا عايز اجيب لك سوفينير بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. ها فاهمي؟ لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان. ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. لا والله ده كون الفقاره الهلم بتاعتك دي هتسافر ولا حاجه. ها طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي ربطتها؟ صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه. دماغ. ايه؟ دماغ. طب سيبني اوصلك. كفايه قوي. انا عايزه اتمشى في الهوا شويه. انا متشكره قوي يا رمضان. انا تعبتك معايا. لا انت كده هتزعليني. انا ما عملتش حاجه. انت لو عايزه انا ابقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. اشوف وشك بخير. مع السلامه. الشوي صعبة 12. العروسة فين؟ ايه يا راجل جاية في الطريق. بس هي اتأخرت عند الكوافير شوية. تعرفين الكوافير بياخد مصنعية. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيرة وانت عايز. بس اعملوا حسابكم يا اخوانا الحفلة الكبيرة للصبح. محدش يقول لي انا عايز اروح واللي يقول لي معيش بطاقة. بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه ماي دارلينج قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجأة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي. خسارة نجلاء خسارة. حظك قليل قوي بقى. ده جوزك؟ ايوه يا أخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجدتي تنساهي. أنا مراتي اسمها تفاحة الزحلاوي. وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامي كده يا نجلاء. خد يا واد انت كده. ايه انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرفه داهيه. عموما هابي نيو يير. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد الصيع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغرفه داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت لو اكون حد مستخبى هنا ولا هنا. يلا يا وليه زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسد نفسك يا بعيده. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه تكلمني حاجه عدله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصل لها. بيكون رمضان يا ابني التهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. واحنا حالنا سنه ليه؟ احنا كنا مشاوي. اه
ايه؟ ايه؟ لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك رمزي. يا نجلة. ايه؟ نجلة اتجوزت رمضان. ايه؟ في ايديك قوة تهديك بقى، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلية؟ مش عارف، امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانية واحدة، في الفطورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك. علي الطلاق بالتلاتة، ان ما جبت الفطورة لطلقك وارميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بنت! احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما انا عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما اموت ابقى اصرف انت، فاهمه ولا لا؟ اهدي. النهار اسود منيل. 126 جنيه؟ وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقي لما كانت دفعت وانت هنا ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني. استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده مبلغ 126 جنيه. 20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس؟ لا بقشيش بمزاجك يا اختي. انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس. وهذا ايصال امانه علي. رمضان قول يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكت سلنتي في دور. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. طرف الهوى تشيك وانت ما تدراش يا جدع. طرف شاولني شاولني عليه حب الهوى ماشي حب الهوى ماشي. ألف شكر ألف شكر. شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهيا. وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس أنا زعلان منك قوي يا أستاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا. ده هنشرفك برضه. وبعينا عروسه مش غريبه قوي علينا يعني. يعني ايه يا اخويا مش غريبه عليكم؟ خلاص يا سيدي. كفايه اللي انتوا عملتوه. انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نوت ريلي، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ ايه نوجا تبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جزمه انت وهو. اي واحد هيتطاول هفرجه معامه، واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها، فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتاب قدام منه. يلا يا بيه انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع عايز... كمان دي كملت. ارغي يا شوقي انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مغاطك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي. النمره غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسه، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت يا تفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ ياما يا امي يا مصر. يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو
ما افتكرت ان لك ام انا زعلان تاني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمك. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الضلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس اهي. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. صدق بالله انا في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا انت قاعد يا راكب البطه. بطه تهوست ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي؟ فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده يا لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا ام مش للدرجات دي. ايه كملت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا اني لا؟ اهليها ايه؟ دي مقطوعه من سجره يا ضناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دينزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي. امسكي يا بنت يلا على جوه. أهلا. اهلا يا امي. اهلا دار منور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالات يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت تفاحه امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره. ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين يامه؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين يامه؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم، ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي يامه؟ انا بقول شبه. ايوه شبهها. ماشي. ايش جاب لي جاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن دكة قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقص. دي اراء دي اراء. لا وغتتة. ايوه كل الناس تقول غتتة، مكتوب عنها انها غتتة. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. الدرجات يا رمضان. معلش بس دي اراء دي اراء، ما ينفعش دعوحني. هنفضل في سريتها السودا ده هي مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره يامه. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي. حاجه بسيطه مش قد المقام، اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل دي؟ ومين اللي هياكل الاكل دي؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، اما جبت الفطوره لاكون مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عظمك. خلاص بعدين بعدين. ماشي. الله الله الله. ما يكلمك يامه. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق. فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص يامه بقى كفايه نسيره الزفره دي، الهي تولع المطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما علينا. خليك انت يا رمضان. شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. اعمل هنا وشيفا ياما. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي غاب. يا قطه وحشينا نورت ليالينا. يا قطه وحشينا نورت ليالينا. وتلموا الحبايب. اسكت. شوفي بقى ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ ده مين دول؟ لا يا امي دول قرايب العروسه جايين يباركولها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتها. طب مش تعرفني بيهم؟ عشان ما اعرفوا من الاول يما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي. الست دي امي.
خلاص خلاص بلاش بلاش ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا أولاد الإيه عندكم عيد أم وأنا ما عنديش عشان كده كل الحبايب متجمعة حبايب ايه انت عايز ايه يا شوقي مفيش جاي اهني ست الكل دي الاغدرات نازله عليها تغف دي الناس مش مصدقه ان هي راجعه شوقي ما تنتهش الفرص امي ما تعرفش اي حاجه لهم رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء الصبر استاذ لا ما تعرفش يا غتيت ما تعرفش ولو عرفت هتنشل يعني نجلاء اكيد نازله الشغل تنزل المره دي يا شوقي تنزل بس استر عليا خلاص سيبنا ارحب بقى بالمامو بتاعك يا دلي يا دلي حبينا حبينا حبيناك حبينا يا شوها الجمال يا شوها الجمال يخلف قلبه شاعر مين ده ده الاستاذ ايمن الاطرش ابن خاله العروسه من لبنان لبنان هم هناك مش كلهم بيض ايوه بس بعد عنك يا امي الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحرب اتحرق يعني ايوه والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبدانيه وتاكل حلموز متشكرين والله انتوا ناس اخر كرم وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه ان شاء الله